زول من الاف البشر يا زول من الاف البشر يا زول من الاف البشر يا زول من الاف البشر من طبقه ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من الاف البشر يا زول من الاف البشر عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس عفستك الرجل انكلس الفلس يا زول من الاف البشر يا زول من الاف البشر من طبقة ضحك على الظروف لا كل عزم ولا بدر يا زول من الاف البشر يا زول من الاف البشر حفزت انت المقدرة حفزت انت المقدرة عاني ظروفك واكحرة عاني ظروفك واكحرة اوعك تفرط في العيال واوعك تخاف من المرأة يا زول من الاف البشر يا زول من الاف البشر والله لكن يا ابن عمي ايام يا شنو يعني طولت كده والله وحشتنا عديك كده ما بدينا مالك يا والله يا صادق يعني اصلا ما في بالي اني اغيب عنكم كلكم خدتكم طوال في بالي لكن الشغل مشغوليات والله والله بس احدد كده اقول انا جاي عليكم وصار لي حاجه يا سلام يا اخي والله طبعا الدنيا تلاهي ومشاغل اسرع شويه شيلي الصينيه دي شيلي شنو انت؟ انا كلمتك كم مره؟ 100 مره قلت لك انا ما كل مره اقول جيبوا انا قبل ما اقول جيبوا الحاجه تجي هنا معلش بس معلش ده عمل بيها شنو انا؟ تفضل طيب برا يلا امشي حاضر امشي حاضر يلا من هنا امشي صعبين نحن لا 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 خطر 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 يا ابن عمي يا عباس احنا هنديل في الحياة دي ما بجابنا احنا الصعبين احنا الحجر ده بنمسكه كرشم بنتف دقيق بس لا لا صعبين والله ايوه وسرتنا دي ما فيها زول بيتخازل وين انت يا اخي شنو وين انت يا اخي انت مش قلت لي انا ساعه وبجي راجع يا اخي انت زول غريب جدا جدا خلي العده مرتومه في الحوض المكوى من امبارح قاعده مسح الورده ما مسحته يا اخي مالك يا اخي استعزمني يا اخي انت ما تكرك مالك ما تكرك كثير كويس انا ما كنت اغسل العده انا اغسلها هاي حاضر بجي تعال راجع هسا بجي هاي جاي قلت لك هسا جاي طيب جاي معقول يا اخ اوعد قول لي دي عديلة وبافرك وابن عمي لازم ترفع راسنا فوق اياك والخذلان يعني قصدك عديله هاي ضافرك لا 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 انا شوف اقول حاجه انا عديله دي والله شفتها بس حملها كده طوال تعرفني انا داير شنو حييك والله حييك كده انت ابن عمي كده ايوه بس انا الحقيقه انه نسيت عباس قول بسم الله في شنو لا مش شفت المشغوليات لما تضغط عليه كده بس حاجات مهمه خلاص والله ايوه صحيح يا اخي انسى امبارح تخليه زي في ضيوف جايني وانا زي المفروض اكون نايم منتظرهم لا طبعا زول جايين ضيوف ده عذر شرعي يعني لازم تنتظرهم في البيت فيا زول ما مشكله انا بكره جاي لمجدي بخشى مجدي وبجي اتغدى معك معايا انا تجري لي لا يعني شنو انت نظام شنو يعني لا غدا
لي انا اي و يعني قبل الضيوء يعني بكره بكره هاي ان شاء الله بكره جاي اي ولا ممكن تاخير اليوم ها؟ جاي لمجدي بتين بكره هاي بيجيك واتغدى معاك ان شاء الله ها اجيك اتغدى معاك ان شاء الله خلاص يعني ممكن تمشي مع الناي اسمه ده الضيوف لو جو ممكن تجيهم جدا ان شاء الله كان يهرني انت جنيت ولا شنو يا عباس لا انا ما حنهرك يعني باستمرار انا ما بس نهر في زمن معين بس قدام الصادق يمشي ما ثاني ما في نهر بس ارفع راسي قدامه بعدين اقول له حاجه انا اهلي صعبين شويه يعني 700 تنهرني انا 700 امسك تتم لي 1000 جنيه اوكي بعدين النهر ده احنا هنتفق عليه يعني ما هخلي لك الحبل على الغالب تنهرني ساي كلام ده واضح ولا ما واضح؟ دي 700 جنيه لنهير في لنهير بزمني زمن بسيط كده يعني ما زمن كتير 1000 جنيه يا عباس والله يا عديله بقيت ملطشه 1000 جنيه وجيبها لي هسه خلاص موافق تم سريع حاضر بس امسك دي انا ما بشيلها بشيلها كامله ما يلاقيني يا عباس بالغت يعني لا عباس كده عباس نظامه كده ليش ده؟ في شنو؟ ها؟ قاعدة مالك؟ البقاع عندك شنو؟ أنا ما قلت ما أنا قلت كمان ما أنا قلت أنت بتقولي أجيبي على حيرك أقعدي هو شنو ده؟ أنت بتقعدي وأنا قاعد ها؟ إلوي حنكك البقاع عندك شنو؟ قومي طيري أجيبي فين؟ أجيبي قومي لما انا اتكلم معاك يعني تقفي في الحوش انتظر هناك امشي اجيبي هناك لما انا ادوري عباس وقفتها في الحوش ايوه اوقفه في الحوش يعني دايره تقعد كده وتشاهد وتقعد كده قدامي لا يمكن انا لا يمكن اسمع انها هي تكون قاعده كده وتشاهد ولا هنا كده طوالي بوقفها في الحوش انا طوالي اقول لك كلام احنا عاملين فيها رجال وبتاع لكن صراحه انت خديت علينا ونجوى دي خليها تصبر لي بس تعال ابيت ما بخش عباس خش ما بخش عباس خش ما بخش ارجع البصونه انت بس ارجع البصونه عباس احسن تخش ابيت عباس خش قلت لك خش البيت ابيت انت شايف روحك لابس شنو انت انا ما كنت نايم خلعتيني انا ما كنت نايم تخلي سينة البطاطس في الفرن وراقي تسخن خش يلا خش